أمام المشركين. بل ينزل الله عز وجل السور الأوائل على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. أي سر في هذه الصلاة أيها الأحباب؟ إنه السر العظيم. أي سر في هذه الصلاة أيها الأحباب؟ أي سر في هذه الصلاة أيها الأحباب؟ أي سر تسمع يا رعاة الله قول الباري جل جلاله عندما قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. نعم، ما هي صفات هؤلاء الناس؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. واسمع يا رعاة الله لقول الباري جل جلاله عندما يؤكد هذا الأمر بالعمارة فيقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنها العمارة، والعمارة على نوعين: عمارة مادية بالبناء ولها فضلها العظيم، ولكنها كعمارة أخرى. إنها عمارة معنوية بالصلاة في تلك المساجد وإقامة ذكر الله وقراءة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: من رجع إلى المسجد أو راه أعد الله له في الجنة نزلا كلما أتى أو راه. رواه مسلم رحمه الله. سمعت بعمر بن عبد الله رجل طالع لم تفته الصلاة في جماعة طوال حياته في مرضه الأخير قبل موته، مرض فقال له أبناؤه قبل المغرب، قال له أبناؤه: يا عامر، يا أبا عبد الله، صل في البيت، أنت مريض؟ قال: لا والله، أسمع حي على الصلاة، حي على الفلاة، ولا أجيب. كلا، حملوني إلى المسجد. فحمل رحمه الله، فجيء به في صلاة المغرب، فأشرف الصف الأول بين رجلين يتهادى، فحمل، أدرك في الصلاة، فكبر وصلى. فلما كانت الركعة الأولى في المغرب وسجد قبض الله عز وجل روحه: يا أيها الناس، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولما جاء عبد الله بن ام مكتوم وهو رجل ضرير فقال: يا رسول الله، اني رجل ضرير البصر شاسع الدار، وبين بيتي وبين المسجد نخلا وشجرا، ولا اقدر على قائد كل ساعه، ايسعني ان اصلي في بيتي؟ وجاء في روايه: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: لا أجد لك رخصة فحيها لا. تأمل يا مسلم، لقد اجتمع في ابن أم مكتوم ستة أعذار: كونه ضرير، انعدام القائد الذي يوافقه للمسجد، بعد الدار عن المسجد، وجود النخل والشجر في طريقه، وجود الهوام والسباع الكثيرة، كبر سنه ورب عظمه. ومع ذلك لم يأذن له صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن صلاة الجماعة. فماذا يقول المبصر قوي البدن مع سهولة الطرق ووسائل النقل حين يتخلف عن صلاة الجماعة؟ أيها الإخوة والأخوات، إن الصلاة هي عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات وقرة
ورصص العباد في المناجاة بالصلوات كيفما تقلبت بهم الحالات في الجماعات والخلوات. العماد العماد هي المعين الذي لا ينطق والزاد الذي يزود القلب. العماد إنها مصداق الكنز الذي يغني ويغني ويفي. العماد العماد هي الروح والندى والظلال في الهاجرة